دي سمانة. اه يا اما ليش بتاكل لحمه نايه وناس مش لاقيه؟ اللحمه الحمد لله موجوده اهي والحمد لله وصير كتير. صير في مصر كتير الحمد لله. ما نقولش مش لاقيين ياكل. ربنا الحمد لله بيبعت كل واحد. فاهمها يا حاج انك انت خارج من الخوارج. ايوه فاهمها معلش الست مش عارفه. عشان احنا خارج بس. الحمد لله. ده عرق لحمه ده جميل ده. كيلو بكام؟ بتبيع كيلو بكام؟ 250 جنيه بس. بقى؟ 250 جنيه بس. انا شايفك عامل الرقم البلدي كان نص صغير. بنعمل عليها عروض وبنعمل على الكفته وكل حاجه عندنا عليها عروض. طب قول لي بقى يا معلم الموضوع ازاي بدا انك انت بتاكل الحاجات النيه؟ بدا من ايه؟ يعني بدا من وانا صغير. من وانت صغير؟ من وانا صغير. طب كل لحمه ورينا. ايوه كده اسد تنزاني يظهر في امبابه. بصوا شايفين حتى يا جماعه حركه بقه اسد اسد اسد. بصوا زي ما انتم شايفين كده وهو حتى ايه يعني زي ما بيقول كده زئير الاسد يبدا في امبابه هنا هنا. الناس بتحبك ليه يا معلم؟ والله الناس شايفيني طيب وغلبان. لا ما تقولش غلبان ده يا معلش. انت ماسك الخشب ليه؟ ما تقولش الحمد لله الحمد لله. حتى عيالك ماسكين الخشب برضه وانا بتكلم ما تقلقش. قول لي بقى يا عم بيجو طبعا اللحمه غاليه والفراخ غاليه ففي التعليقات بتقول لك يا عم احنا يعني الفراخ غاليه عليك واللحمه غاليه عليك تقول لهم ايه؟ والله يا استاذ وليد يعني الحمد لله الخير موجود اولا. طب كل كل ما تبطلش حته غاليه كل العالم كله غالي. تعبت ولا يا معلم؟ لا يا بشوية ما تبطلش. ايوه كده هو ده بيجو 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 طب قول لي بقى قول لي يعني بتقدر ازاي في رمضان توافق ما بين ده وده؟ يعني دايما طبعا انت مطلوب على السفره لازم تاكل. أيوة أيوة. وهم بيعملوا اكل متسوي هم يجيبوا لي هم اكل ناي لوحدي. انت بتعمل ايه؟ هم يجيبوا لي اكل ناي بقى لوحدي. يعني في سفرتين سفره لي وسفره للاسره كلها. هم عارفين ان هم بياكلوا. مفيش حد من اولادك عنده نفس القصه؟ ما طلعتهمش على كده بصراحه. لان انا ما بشجعش الناس تعمل كده. بدات من امتى اكل اللحوم النائيه؟ والله من وانا عندي 16 سنه. يعني ساعات ما كانت منها بكام؟ في عندك ايه غير اللحمه النيه والفراخ النيه؟ انت كلت كده سمك؟ كلت كده لحمه؟ لحمه فاضل الفراخ. فراخ ورينا بقى. حاضر ندوس في الفرخه. ندوس في الفرخه يا ام 200 جنيه هياكلها دلوقتي في ثلاث في كام؟ التحدي ده. تعبت؟ ها؟ تعبت؟ لا تعبت؟ لا والله. لا تحلف؟ لا والله. تعبت يا معلم؟ لا يا عم الحمد لله. دوس يلا. الحمد لله. هو ده هو ده. مش عارف بصراحه بيجو بيجو بصراحه اقول لك والله والله ما عارف اقول لك ايه. تاكل الفرخه ازاي؟ ده احنا بنسيبها في البوتاجاز ثلاث ساعات وبنمضخها بالعافيه. انت بتاكلها في ثانيتين الحمد لله. طب قول لي يا معلم الشهره اللي انتشرت فيها في امبابه هنا ان الناس كلها عارفاك الحاج بيجو الحاج بيجو الحاج بيجو روح الحاج ايه يعني شايفها ازاي؟ من زمان ولا من دلوقتي؟ لا من زمان معايا كل الناس كده. معلش سؤال بسيط انت عارف 280 قرب كده شويه عشان الشمس بس. انت عارف عشان الشمس. انت عارف يا معلم؟ لا عشان الشمس. تعبت ها؟ لا الحمد لله. لا بجد؟ لا الحمد لله. ايه سر قوتك؟ ايه سر قوتك؟ الاكل الني؟ لا ما هو ده انت قلت لي ده. ما تصورش يا استاذ هاني شوف العصير اللي بشربه. ايوه ايه حكايه شوف العصير معايا؟ والله شوف العصير. بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ شوف العصير. مبسوط ليه يا استاذ؟ لا هو عشان شوف العصير هو ما يعرفوش. ايوه هو يعني ايه شوف العصير؟ يعني شوف العصير ده بقى المشروب اللي هو الحلو بتاعي الجامد بتاعي. شوف العصير. ايه يا بشويه؟ بتضرب قد ايه في اليوم؟ يعني ما بين لحمه وفراخ؟ لحمه وفراخ وسمك. زي ما المشاهدين شافوا كده حاجه حلوه يعني. طب ما بتاكلش لحمه خالص مستويه؟ لا. او ما فيش نفسك تهفك على واحد بتاع كباب كفته وتاكل من عنده؟ يعني الناي ما بيديش ناي بيخاف يديني ناي. وجبتك؟ وجبتك في البيت ازاي؟ يعني انت فهمني مثلا ست الكل في البيت بتطبخ لك ازاي الحاجات؟ هي ما بتطبخش بقى هي بتجيب الحاجه من السوق. بتجيب الحاجه نيه وتحطها لك.
بس بس ما بتتعبش في حاجه يعني، مش تعبها انا يعني. ده ما تعبكش يا عم بيجو قبل كده؟ معدتك تعبتك او لا؟ الحمد لله اصلا الحمد لله. من الاخر من الاخر. طيب رسالتك ايه كل اللي بينتقدوك يا معلم، اللي بيقولوا انك انت يعني بتاكل لحمه وبتاكل فراخ وبتاكل سمك ومش عارف ايه وحاجات زي دي، فانت بقى بتقول لهم ايه؟ انا بقول لهم انا ما بشجعهمش على كده. يعني اقول لهم لا ما تعملوش كده، ما ياكلوش لحمه وفراخ. انا بس عشان هي حاجه من عند ربنا انا باكلها الحمد لله. طب اي حد بينتقد فكره ان انا عندي موهبه وبقدمها اللي هي اكل اللحوم النيه، اكل الفراخ النيه، بينتقد ده؟ انت بتشوف ازاي ولا ما بتشوفش؟ ما بتشوفوش؟ ما بشوفوش. لا ما بشوفوش الصراحه. الاقوياء دايما في حته تاني الحمد لله. اسد تنزاني يظهر في امبابه بياكل 9 فراخ ونص طن لحمه لو اديتهولي ياكل. شكرا ليك يا معلم بيجو. امين. ونعومه مصر 2030 انتظرونا في بث الوقت الجديد. السلام عليكم ورحمه الله. اي صوت لحد جنبك بيبان عندك في الصوت. معلش يا عم، كعبه بقى لحد النبي كعبه. بتعمل ايه يا عم بيجو؟ ناكل نار يا باشا اهو. ولعه ولعه ولعه. الله، بتاكل النار ولعه. ده فحم ده. طب تشجيع بيجو بيجو تشجيع بيجو 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 بيجو. قول يا معلم بقى بعد ما تخلص بقى نتكلم. يا جماعه انت مش خايف؟ الحمد لله. تاكل فحم ازاي؟ لا اله الا الله. تاكل فحم ازاي؟ بتاكل فحم ازاي يا معلم؟ ولع يا باشا. بدأت ازاي؟ قول لنا بدأت ازاي؟ كنت شايف انك انت خارق من الخوارق وبطل هنا في امبابة. الحمد لله. بدأت ازاي؟ احكي لنا. حضرتك زي ما انت شايف كل حاجه متاحه الحمد لله. بتاكل ايه؟ قول لي ايه اعمالك؟ بتاكل سمك ني ولحمه نيه وولعه زي ما حضرتك شايف. ولعه ولعه. وناكل نحط ابر نخيط بقي نشيل انابيب على اسناننا وناكل ازاز نكسر حبار على صدري. كل حاجه الحمد لله. كل حاجه ما هو بتقول عليها خارقه الحمد لله احنا بنعملها. طب قول لي، الناس بتقول ان ممكن اتوبيس محمل الناس يعدي عليكم شغل حياتي. الحمد لله الحمد لله. عملتها قبل كده؟ عملتها والناس ما رضتش ان انا اعملها قدامهم عشان اقول لهم. تاني مره؟ تاني مره. الناس خايفه عليك؟ الناس خايفه عليا. بس انت عملتها؟ ايوه. طب قول لي ايه غير الاتوبيس يعني؟ المعده بتاعتك مالها يعني؟ المعده حديد. المعده حديد الحمد لله. طب قول لي بقى السر في ايه؟ سر قوتك؟ قول لي يا شمسون سر قوتك ايه؟ شمسون البابا حبيبي يا باشا. قول لي سر قوتك ايه؟ الحمد لله من عند ربنا. والدك كان كده؟ في العصير القصب. شوف العصير. لا انت كده بتحاول. والله شوف العصير. لا بس في حاجات تانية. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. والدك كان كده؟ الله، والدك كان كده؟ حد في العيلة كان كده؟ لا. يعني انت كده؟ الحمد لله من عند ربنا. اكتشفت من امتى انك انت خارق من الخوارق؟ والله من وانا صغير يا استاذ هادي. من وانت صغير؟ من وانا صغير. طب قول لي اكتر حاجه بتخلي الناس يعني ملمومه حواليك كده بالشكل ده؟
دي مش لبان، دي مش لبان يا جماعه. ايه ده مع مره؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتمضغها كمان؟ اللهم صل على النبي. اللهم ايه يا جماعه؟ لا ينصح، لا ينصح بالتجربه، لا ينصح بالتجربه، لان الراجل ده خارق من الخوارق. الراجل ده بياكل الفحم وياكل الفراخ وياكل اللحمه وكل الحاجات دي نيه، بس ما عدا الولعه. الولعه بتبقى مولعه، صح ولا يا معلم؟ لا، والولعه اهم حاجه. الولعه الراجل ده بيحبك اهم حاجه. الولعه عامل ايه؟ ده خارج الحال والله العظيم. تعرفه من قد ايه؟ زمان قوي. زمان قوي. طيب في حد بياكل بياكل؟ لا يعني، لا لا لا، بطل امبابه. بطل امبابه والله. دي قصه بطل امبابه. ربنا يخليك. بحبك ليه يا عم بيجو؟ هنا الناس كلهم اخواتي وحبايبي واستاذ هاني واهلي وناسي يعني الدنيا كلها الحمد لله بتحبني. نفسي قلت لي كده، نفسهم يشوفوني حاجه. هم نفسهم بقى. جيت على الجرح. هم نفسهم والله يشوفوني حاجه. انت لو سالتهم. طب صل على النبي بقى وسقفوا. يلا بيجو. هو ده بيجو. بيجو بيجو بيجو. قول يا معلم، دلوقتي الناس بتاخد الشيشه وبتشربها، انت بتاخد الفحم بتاعها وتاكلها. بتنزل ازاي في المبنى؟ الحمد لله اهو عند ربي. الحمد لله. شكلك مستغرب. انا مستغرب جدا. لا هو ماشي لحمه، ماشي لحمه، ماشي الحمد لله. فراخ قلنا وماله، مع انها غاليه. بتاكل سمك قلنا زي بعض. تاكلوا بلطي ولا عادي؟ لا بلطي، بلطي. مكرونه، اي حاجه، اي حاجه. فحم، فحم. لا ازاي بتاكل فحم وهو مولع؟ اهو من عند ربي برضه. في حاجات تانية برضه الحمد لله. كتير كتير. قول لنا كتير. انا ممكن نفرجك على فقره كده حلوه. يلا يلا. هتقول لنا ايه؟ هنرفع ثلاث قلابين بسنان. دلوقتي جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. احنا كله احنا جاهزين لاي حاجه. يلا بينا. يلا يا باشا. التشجيع الاول. يلا. على انت كابتن.